عسامة دا عسامة يوم 22 نوفمبر أول جلسة للمجلس التأسيسي كل يوم شنو والله نحب نعبر على استيائي وعلى الإحساس اللي عندي كما برشا عباد. أنا ماني جاية كمرأة تونسية، أنا جاية كفرد من الشعب التونسي. الطريقة اللي وصلت بها حزب النهضة للمجلس التأسيسي ما عجبنيش، والطريقة اللي تعاملت بها الجستيس مع اللي صار ما عجبتنيش، وأنه معناها إلاس طنبي دي بخوف اللي كانت نجم تعمل أكثر توازن في المجتمع، ما معناها إنسون لسي باسي لا شانس أنه المجتمع والمجلس التأسيسي يكون متوازن أكثر، أنه يجي حزب اللي هو عنده معناها يتركز على عقيدة الإسلام واللي هو ما هوش معاه راهو كافر. رحنا مانيش كافرين بالحق، أنا شعري مش مبطي، أما مانيش كافرة ونصلي والله أعلم بيا، يعني أنت ماكش باش تدخل في عقيدتي وهذيك حاجة بيني وبين ربي. أما أنت أنك معناها اللي معاك كافر واللي ضدك اللي معاك مسلم واللي ضدك كافر، هذايا سي با اون باز بور ديسكوتي. دونك أنا جو كريتيك لا باز الأولانية اللي خلطوا بها، لا فخود لا فخود ريال اي فيريفي اي بروفي اللي لا جوستيس ألا ليسي باسي، وفي الآخر معناها باش تجي أونتر كيمي سامحني في العبارة في روسنا هذه الأولى. وثاني حاجة جيت باش نأكد اليوم اللي احنا راهو عندنا حقنا وباش نجيو نقفوا في الشارع، وانا كل وين ما نقريش باش نجي نقف لهنا باش نخلي ولادي الله غالب باش نجي نقف لهنا ندافع على حق الحق ولادي. هذه حاجه، هذه ثانيه. وثالث حاجه، ثالث حاجه الحقوق نتاع العباد اللي هي معناها تو اليوم احنا مازال عندنا الحق باش نقفوا في الشارع، الله اعلم الجمعه الجايه مازلنا باش نجموا نقفوا ولا لا. وزارات السياده خذاوها بوليتيكمون وليغالمون وهيومينمون وسوسيالمون، ما عندهمش الحق باش ياخذوا وزارات السياده بنصيفه. هي تو انتم حكومه انتقاليه، حتى اللي باش تتحط اليوم راهي حكومه انتقاليه بوندون اون اني باش يخدم المجلس التاسيسي، يا اما تحط انت حكومه لتسيير الاعمال. وعندنا ما شاء الله من الكفاءات، جيب لك كفاءات ابوليتيك، ناس تخدم الاقتصاد، ناس تخدم المجتمع، ناس تخدم كل شيء، معناها من غير ما تحط انت اعضادك في وسط المراكز الصحيحه. انا بوليس اليوم ما ضربنيش على خاطره تحت حبيب الصيد، الله اعلم الجمعه الجايه تحت وزير الداخليه جاي، الله اعلم شنو اللي باش يعمل فينا، الله اعلم. ولو اني معناها انا من المقربين من الداخليه ومصحابي، اما علاش يعني علاقه شخصيه، اما اونسي جامي يعني نجم نكون نخاف نهار اخر شنو اللي باش يصير. هذاك اليوم ونحتاج بيان ايفيدامون على التصريحات اللا مسؤوله نتاع الخلافه السادسه ونتاع سعاد عبد الرحيم اللي هي تحب معناها المراه اللي هي جايبه صغير اوغ مارياج، الله اعلم بها، الله اعلم بها كيفاش جابته. ما فماش حتى حد يحب يلقى روحه في الوضعيه هذيك، ما نتصورش ان توكا. دونك هي ان با لو دووا كانسانه عندها اون بوزيسيون في وسط المجلس التاسيسي وعندها قدره باش تتكلم وقدره باش تفرض رايها، ان با لو دووا باش تحكم على امراه عندها صغار. انا عندي رجل وعندي صغار، ما انا نحس زاد باك المراه اللي جابت صغير الله اعلم شكون خطر بها، الله اعلم كيفاش وصلت هذيك، الله اعلم تلقاها ما عندهاش لا ام لا بو. برا انت شوف الاساس نتاع المجتمع، اخي العباد هذوما عندهم ام وبو في دارهم، ما عندهم تقام عباد الله غالب مسايبين مطيشين، كان جنوب الاول مر معناها في تحت رعايه ما يخلطوش. نتصور انهم باش يعملوا كيكا. دونك انت ان با لو دووا باش تحكي بالطريقه هذيك، ان با لو دووا اي في سي جو. Tunisien, proche du peuple tunisien, depuis 50 ans marié à un Tunisien, totalement pour faire couler le droit de la femme.